وطبعا يعني لابد انه كل انسان يواجه المسيح يوما ما، لانه في سفر الرؤيا بيتكلم عن المسيح المنتصر، مكتوب عنه يدعى اسمه كلمة الله، يدعى اسمه كلمة الله. وطبعا هذا الحديث لكل أحبائنا، يمكن منحاول نفسر يعني لما بتكلم مع أحباء المسلمين يعني الله كن فيكون. طب هو ممكن أي شيء ممكن يكون الكلمة، إيش معنى إنه المسيح اللي اتخصص بهذا الموضوع؟ طبعا بيقتبسوا آل عمران 45، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وفي والآخرة ومن المقربين. وطبعا لغويا يعني طبعا ما فيك تفصل الكلمة مثل ما ذكرت عن الشخص عن الكيان، والهاء بتعود لله يعني كلمته، أوكي الهاء بتعود لله، والهاء إذا بعد نسينا العربي ونسينا يعني بعتقد أنه ضمير مفرد غائب يعود على الشخص، يعود على الله. إذا لخبط في هاي سامحوني بس لأنه القواعد العربية ابتدينا ننساها، ولكن يعني واضح أنه الهاء كلمته تعود على الله، فكيف نفصل الكلمة عن الذات الإلهية؟ تفضل قسيس شادي. هو أكثر اعتراض بيجي على موضوع أنه المسيح كلمة الله، إنه آدم أيضاً الله قال له كن فيكون، لكن هل يذكر عن آدم إنه هو كلمة الله؟ وزي ما قلت اعتراض سليم 100%. لا مش وكتير كلمات الرب قال كن فيكون، فهل كل كلمة فيها كن فيكون فعناته صار الشخص كلمة الله؟ هل أنا كلمة الله لأني أنا أيضاً خلقت بأمر من الله، وحضرتك وكل المستمعين يستطيع أن يقول عن نفسه إنه هو أنا كلمة الله؟ ليش المسيح تميز بهذا؟ أعتقد اللي ذكر 3 مرات في القرآن اللي هو إنه هو كلمة الله، ليش تميز المسيح إنه هو كلمة الله؟ عشان هيك برجع بقول عشان نفهم كلمة الله ما فقط نقرأ ما يقرأ لنا، لكن نشوف المسيحيين لما استخدموا هذا المصطلح ماذا كانوا يقصدوا منه. لما الكتاب المقدس ذكر إنه يسوع الناصري هو كلمة الله، شو كان يقصد منه؟ هيك لازم أكون بحثي حتى يكون بحث صادق وبإخلاص. أكيد من الأصل تبع هاي الكلمة، فليس فقط آدم هو كلمة الله إذا كنا أخذنا نفس المقياس، لكن إذا كل الخليقة كلمة الله. وأيضا أستاذ نزار، يعني هل الله فقط تكلم بالخلق؟ يعني هل هو كلمة الله لأنه الله تكلم بخلقه وهل الله باقي الوقت هو صامت، أما الله يتكلم دائما؟ وهي فكرة يمكن تغيب عن كثيرين أستاذ نزار، إنه إلهنا ليس إله صامت. إذا خلقني أنا أو أعبر عن نفسي بالكلمات، هل هو لا يعبر عن نفسه؟ هل هو لا يريد التواصل؟ هل هو لا يريد أن يتكلم معي أنا بالذات؟ مش يتكلم مع البشر كلها، هو يريد طبعا، لكن أنا بالذات كشخص كإنسان لا يريد أن يتكلم معي. فهي الفكرة أعتقد تكون غايبة، إنه إلهنا أيضا إله شخصي علاقاتي، يريد عمل هاي العلاقة، لأن هو بطبيعته عنده كلمة. قبل الخلق مع مين كان يتكلم؟ قبل الخلق مع مين كان يتحدث؟ مع مين كان يسمع؟ هل كان صامت وخلق الملائكة اللي يتكلم؟ طبعا حاشا، لكن الله من البدء عنده كلمة، ومن البدء هو روح. فهو عشان هيك احنا نؤمن بالثالوث، لأنه الله له كلمة، ناطق بكلمته وحي بروحه، وهذا هو الثالوث الذي احنا نؤمن فيه.